بسم الله، لو انا عايز احط مدخنة او تشيمني فباجي من اركتكشر، الجزء اللي هو الخاص بالوول اند اوبننج كومبوننت، بختار الشيمني او المدخنة وابدا احطها في اي مكان، ادخل في الخصائص بتاعتها، بيقول لي هل انت عايز الاوتلاين بتاعي يبقى هي واحدة فلو بس، ولا واحدة فلو معاها ماسورة فينت، ولو انت عايزها كده هل الخصائص بتاعتها بقى الويتس قد ايه، استكنس قد ايه، دي الحاجات اللي هي من بره ويتس واستكنس، الفيود دايمتر قد ايه، ويتس اوف فينت، استكنس اوف فينت. طيب لو انا زودت شوية هتلاقي ان هو اداني امكانية ان انا احط خصائص بقية الفينت وبقية المواسير بتاعتي، انا عندي 2 فلو و2 فينت. اقول لك طب ماشي، الفلو ديامتر اللي هو الاولاني هيبقى قد ايه، الفلو ديامتر التاني هيبقى قد ايه، طب الفنت الويتس قد ايه والسكنس قد ايه. نبدا ندخل ارقام عادي خالص، ندوس على اي رقم وتروح عامل مثلا 2، يبدا هو يعدلها. الماتيريال بتاعتك هتبقى ايه، الشكل هيبقى عامل ازاي في البلان، لو انت عايز تغير الهاتش بتاعه او الباترن بتاعه او اللون الملقي بتاعه، وهنا تقدر تشوفه في 3D من كذا زاوية، وفي الاخر خالص هتقول له اوكي، وتبدأ مثلا تحطه هنا في الكورنر بالشكل دوت زي ما ظهر قدامك.